ما تعرفناش على اسمائكم. لك هلا الطقس عم بيتغير. بونجور بونجور، كيفك؟ كيفك؟ تمام؟ كيف الحال؟ بنتو جولة، بدنا نعمل جولة. يلا يلا يلا، طقس منيح. اي سوزوكي يا زلمة بتروح؟ طيب بدي عزبك كومبوست، بدنا نحمل بالبوكات، بعتقد نقلتين او ثلاثه، ونزل له لشو اسمه لخليل. مساحتها حوالي 5% من مساحه لبنان، اقرت كلجنه محميه ارز الجوف سنه 1996. بال 2005 اعتبرت محميه محيط حيوي. يعني لما نقول محميه محيط حيوي، يعني هي محميه مع الضيعه المحيطه فيها، اللي هي هاي امتدادها ببلش من نيحة جنوبا لنوصل لعين دارة شمالا، حوالي 22 ضيعة بحيطوا بمحمية أرض الشوف. أنا فايس بريزيدنت لجذور لبنان، كنت بريزيدنت على 10 سنين، بس نحن قررنا إنه مش ما بنضلنا بريزيدنت فور لايف. إذا ما نرجع شوي بتاريخ جذور لبنان، أي متى بلشت؟ بلشت بال 2008، كان في شيء تقريبا 8 أو 9 فاوندينج ممبرز. العالم كله عم بيحكي اليوم بالتغير المناخي، بتغير الطقس، بانخفاض مستوى الامطار، الارز كيف رح يتاثر بهذا الموضوع؟ عظيم. خليني اقول لك اليوم بناء على بعض الدراسات اللي عملناها بجامعه البلمان، بينت انه جرود لبنان وجبال لبنان خصوصا بين ارتفاع 1500 متر و 2000 متر، اللي هي مناطق بيطلع فيها غابات الارز، بينت انه مع التغير المناخي وخصوصا من 2020 وطلوع حتكون عم تشهد اكثر فترات جفاف ومواسم جفاف طويله. شو دور الضياع يعتبر بمعنى؟ الضياع اكيد بشكله الاساس بالمحميه، لانه محميه كبروتكتد اريا بلا ناس بلا اهل بلا اكتيفيتي ما في شيء بيكمل. يعني كل هيدي المواقع بادارتها لتتكمل وتتكامل ما بتقدر توصل لمبتغاها ولهدفها الا اذا كانت عم تشارك كل هذه الاشياء مع الجمعيات المحليه، مع البلديات، مع السلطات المحليه، مع الناس، مع الاهل، مع الرعاه، مع الصيادي، مع الكل. هيدا الشغل ما بيكمل الا بهذه الطريقه. المشاكل كيف تغيرت من وقتها لهلا بالطبيعه اللبنانيه، بالاشجار، بالتشجير؟ هل عم نخفف من الاماكن الخضراء بلبنان؟ عم نخفف الاماكن الخضراء، يعني مع كل الجمعيات وكل شيء عم نعمل كجمعيات لاعاده التشجير ما عم بكفوا، لانه بين الحرايق، بين العمار والقص تبع الشجر العشوائي، غنم ومعزه عم يجوا ياكلوا الشجر وغيرهم، لا المشكله عويصه، وعم نخسر خضار بلبنان كل سنه. الحرائق هي كل بلدان المتوسطية عندها نوع غطاء نباتي بالمبدأ معرض انه يولع، وعمر السنين دائما كان يصير في عنا حرائق. اليوم عم نتعامل اكثر مع غير نوع من خطر الحرائق، هي الحرائق الكبيرة، الحرائق الشديدة الاشتعال، والحرائق المتكررة بذات المواقع. يعني اليوم اذا الغابة ولعت مرتين بظرف 10 سنين هون عنا ضرر كبير جدا، بينما انه كل 100 سنة عم يصير في عنا حريق. هيدي شغلة يمكن الطبيعة بتقدر عندها الوقت ترجع تجدد حالها وتعمل تعافي بعد الحريق. نحن صرنا عم نتعامل مع الحريق الخطرة. نحن من حوالي السنتين اشتغلنا بعدة مشاريع. اول شيء اشتغلنا على شيء اسمه الفاير بريك، اللي هو تنظيف جوانب الطرقات تنحميها اولا من الحرائق. نحن اذا صار حريق
ما بيصير عندنا الحريق بلبنان بسبب بلاستيك او بسبب قزازة او بسبب كذا. مصدر الحريق على طول هو الانسان، يا بيكون في عندنا حدا عم يعمل بيكنيك، يا بيكون حدا كابب سيجارة، هيك بتصير على طول اسباب النيران. في دائما مصدر للنار هو سببه الانسان، بس اللي عم يتكامل مع شيء هو التغيرات المناخيه وطول فتره الجفاف والتطرفات المناخيه اللي عم بتخلي انه يصير في عنا حريق كبيره غير مسيطر عليها، وما عنا القدره نحن، لا عنا الامكانيات ولا الموارد التقنيه ولا المعدات الكافيه ولا حتى الموارد البشريه الكافيه تتعامل مع خطر حريق كبير. هالمناخي اللي عم بيغير عالميا كمان عم بيأثر فينا، يعني انا بتذكر لما كنت ولد بوقت مثل هيدا كنا نلبس كبوت، وهلا شو عم نظهر بلابسين قميص. يعني في تغيير قوي، وبلبنان في تصحر قوي. يعني هالصحراء اذا بتروح على البقاع بالشمال خصوصا صوب سوريا، يعني براس بعلبك وهالمناطق، بتشوف انه شبه صحراء صارت. وكل ما رح يتطور الامر كل ما هالمنطقة الصحرية رح تنتشر. تأثير التغير المناخي اكثر شيء رح نشوفه بال 2025 لل 2035. فارتفاع درجات الحرارة واضح جدا. اول شيء كيف نحن عم نلبسه، نسبة المتساقطات ما كتير قلت. يعني نحن كنا نتلقى لنقول 1200 لل 1400 ملي، كنا عم نتلقيهم على مدار 110 ايام بالسنة. هلق اللي عم بيصير انه صرنا عم نتلقيهم بفترة اقل، من 50 لل 60 يوم. صرنا عم نشوف انه عم بيجي التلج عنا مأخر. يعني هلق نحن مثل هاي الايام كانت جبالنا كانت تكون مغطاية بالتلج، نحن صرنا بكانون كانت جبالنا مغطاية بالتلج. هلا شو فينا نعمل تنخفف من خطر الحريق؟ فينا نطلع مثلا على اخر سنة، هيدي سنة 2022 هي كانت سنة بعتبرها انا نجاح بتعامل مع خطر الحريق. هيدي السنة كانت وزارة البيئة اول شيء بشخص وزير البيئة مهتمين جدا لموضوع خطر الحريق، وبالفعل كان في متابعة يومية مع المجتمعات المحلية. اليوم الناس هن اساس بالحماية الاحراج من الحرائق. الدولة مش قادرة ضمن إمكانياتها تكون موجودة بكل غابة وتحط ناطور على كل غابة. كيفك مش الحال؟ يعطيكم العافية. الحمد لله. هيدي كلها كانت من هون من أول المعاصر، هيك كلها هيك لهونيك لورا فوق كلها كانت كروم عنب. كانت العنقود هيك، عنقود العنب هيك كبير. شو صار؟ شو العالم فلت، صارت الحرب وفلت هالعالم ونزلوا على المدينة على الوظائف، انهمرت الأرض، فقس فيها الشجر. هي ما كان فيه منه، ما كان فيه منه أبداً أبداً الشجر. حكيت عن موضوع مهم اللي هو اليوم الدولة متكلة على العالم الموجودة بالمناطق، إن كان بلديات إن كان أشخاص أفراد. يعني عم نحكي عن الأزمة الاقتصادية يلي كمان كل عم بدو مر، كل حدا موجود بالبلد. الأزمة الاقتصادية قد ايه كمان أثرت على ازدياد الحرائق وعلى حاجة الإنسان للحطب للتدفئة؟ يعني خليني باختصار، أثرت كتير. وإذا بلشنا نلمس نتائج هذه الأزمة بلشنا نلمس هذه النتائج وبقوة. الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية اليوم خلت إنه الكل يكون عم بيعاني، والكل يقدر يبرر الأعمال اللي هي نحن كنا نعتبرها ونعتبرها بعدنا لليوم إنه غير مسموح بها وغير مقبول فيها من ناحية قطع الأشجار، وخصوصاً الأشجار المعمرة منا، وخصوصاً أكثر أشجار الأرز والشوح والذئب. يعني بدل ما نقص الشجرة منشحل هيك السنة اللي بعدها فينا نرجع ناخد خشب، لأنه بهالأزمة الاقتصادية اليوم يعني الناس عايزين يسخنوا يدفوا بيتهم ويطبخوا على الحطب وهيك. يعني نفهم، بس بديل ما يقصوا الشجرة لازم يقصوا الأغصان. أيامك زمان شبابك إذا بدك، الله يخليك بعمرك كمان. اليوم عم نشوف بالمحمية ما في ثلج مثل هالأيام. إذا بدي أرجع لأيامك مثل هالأيام كيف كانت تكون الأوضاع؟ هلا الطقس عم بيتغير. كانت هون الثلج من 40 سنة، من سنة 82 و92 كان المتر ونص مترين ثلج هيك. تلاقوا في عنا أعمار كبيرة. ليش في عنا نحن أعمار كبيرة
عم يشتغلوا بها يعني فوق 63 صار حقه انه يرتاح وصار حقه انه يكون ببيته وكل شيء تمام عندهم. للاسف الاوضاع الاقتصاديه وصلت انه الكل بهيدا العمر حتى العمر ما يكون هو العائق كرمال ما يشتغل. في حاجه اقتصاديه اكيد. نحن من ناحيه ثانيه كثير بنستفيد من شو من خبرتهم. المزارعين هني للاسف هلق بلبنان هني اعمارهم كبيره، صارت اعمارهم من 63 64 وطلوع، صار بيتقاعد من الجيش بيتقاعد من التعليم بصير مزارع. نحن ما لنا كثير موجوده عندنا مهنه الزراعه كفول تايم مزارع. ف قد ايه راحت انتجاد يعني هذه المهنه اللي كانت زراعه اللي كانت من خلالها بتنظف الغابه؟ طبعا طبعا قد ايه محت. نحن هيدا الشيء اللي عم نعمله يعني نحن هلا بتشوفوا عندنا الاعمار بتبلش من 18 لنوصل ل 83. في عنا كل هيدي الأجيال عم تتعلم من بعض، الكبير بيعلم الصغير كيف بشحل كيف بزرع. نحن كيف ممكن تقنع أولاد وجيل كامل؟ نحن اللي أكتر شيء بنقدر نعمله هون هو الأويرنس مع تلاميذ المدارس أوكي. إنه نحن أوكي ليش عم نعمل هيدا الشيء اسمه فاير بريك تنحمي من الحريق تراسات. ليش نحن بنعمل تراسز؟ ليش جدودنا كانوا يعملوا هاد تراسز؟ تراسز عم نحكي عن الجلالة، هيدي الجلالة ليش كانوا يعملوها؟ لأنه بتجمع مي، لانه كانوا يعرفوا انه نحن طبيعه ارضنا فيها سلوبات. هيدي السلوبات اذا نحن ما حطينا مثل باريرات صغيره او مثل حواجز صغيره من الـ من الـ من الدراي ستونز ما بتجمع فيها المي، ما بتخرق فيها المي. كيف عم بتتم من خلال جزر لبنان التوعي على موضوع التجير؟ نحن كجزر لبنان بنشتغل على الفئه الاكثر انتاجا اللي هي الفئه اليد العامله يعني هن الشباب. نحن بين جولاي واكتوبر بنطلع بنزرع، ففي مدارس بتحكينا وفي طلاب حتى بجامعات بيتواصلوا معي بدهم يطلعوا يزرعوا. انا هون هدف انه شغلتي انه اطلع وفريهم كيفيه الزراعه، كيف نحن بنزرع يعني كيف صحيا نحن لازم نزرع. التوعيه كثير مهمه لانه اذا الفئه هيدي الفئه ما كانت تعرف كيف تزرع ما حتعرف توصل المعلومات. هاي الشيء فهون هون كلها هيك هيك كلها فردبيان، حتى هونيك فوق كمان فردبيان. بتشوفوا الحل الانسب نحول الغابات لمحميات ولا في حلول ثانيه؟ شوف ما بكفي انه يكون في محميات، لازم يكون في حدا بيحمي، ولازم يعني الدوله يكون عندها القدره انه تحط ناس وتفعلوا المعاش حتى يحموا وينتبهوا على الاشجار وعلى غير اشجار. يعني مثلا بالبيات اذا بتاخذ البيات ما عم بحكي لها عن الارز، في محلات معمره حتى يجي حدا يشوف اذا في اذا في نار ولعت شي محل. طب اذا هذا الزلمه ما فينا ندفع له حتى يضلوا فوق حتى شو انه تطلع النار بروح بسرعه نطفيها، شو بيصير؟ بيصير مثل اللي صار هالحريقه الفظيعه اللي قتلت الوف عشرات الالوف الاشجار. اخر امتداد للارز اللبناني بجنوب الكرة الأرضية موجود بنيحة، بنيحة الشوف أرضي بتكبر بالسنة بين 3-7 سنتي، نموها كتير بطيء. هي بتطلع إذا بتهتم فيها بالمشاتي بتكبر أكثر أو مناطق اللي عم يزرعوا فيها مثل هون اللي تزرع أرضي هون قد ايه بدل هون أرضي خالد عم يزرعوا 3 سنين بيهتموا فيها في شيء بين على الأرض. يعني بسبب التغيرات المناخية من خلال دراسة عديناها بجامعة البلمان إنه من 2000 لل 2018-2019 في عنا منحة انحداري بعدد الأيام اللي في غطاء ثلجي. هذا شو بينتج عنده؟ بينتج عنه شغلتين أساسية وهلأ بلشنا عم نشوفهم ونلمسهم. أول شغلة هي تفشي بعض الأمراض والحشرات بهيدي الغابات، اللي هو تكرار هذا التفشي واستفحال بعض الحشرات بهيدي الغابات سنة بعد سنة بخلي الشجرة انه تفقد مناعتها، بطل تقدر تتحمل هيك نوع من ستريس، وبيؤدي هذا الشيء مع الوقت الى يباس بعض اشجار الارز. وهذا بالفعل يعني في كتير انواع من الحشرات شفناها ببعض غابات الارز مثل غابة التنورين، وكيف صار في استشراس لبعض انواع الحشرات ببعض السنين خلت الأوراق شجر الأرز تكون تقريبا غير موجودة، وهذا شيء كتير بيضعف الشجرة. هيدي بموضوع الحشرات. وهيدي الأرز قلت لك أنا مقزمة، يعني لو كان عمرها صغير بصير عندها عوامل طبيعية تطلع مش طالعة. في مسؤولية كتير كبيرة وفي شغل كتير كبير. هيدا الشغل مثل ما عم تشوف بعدنا ماشيين وبعد في عنا ورش. هلا هون فينا نصور كمان الشغل اللي عم بيصير كيف عم بيشحلوا كيف كذا. هيدا شغل كتير كبير منه شغل صغير، شغل يمكن دولة مش عم تعمله بكل صراحة.
ولكن نحن اليوم مثل ما قلنا إذا في عنا مجال وفي عنا مشاريع بدها تنشغل بشكل صحيح. ترمي ثلج وهيدا الثوب الأبيض بلش يتكلس على الجبال. إذا منشبه المحيط الحيوي والأرز هو كتير شبيه بجسم الإنسان. الرأس هو فوق هيدا الجبل والأرز. الإيدين هني الأنهار، هني الجداول، هني المي اللي بتصل. الجسم هو الأراضي الزراعية. والقلب هو هالناس اللي عم ضلها تنبض أو بدها توقف.